وفيها شحنة كبيرة من الطاقة ومساحة أكبر من الحرية، حرية في استعمال تقنية العمل والمزج بين أدواته والمواد المستعملة، تخلي المارج متاع الكرياسيون أوسع ويقدم فرصة أكثر من طرف باش يساهم في إنجاز عمل هذا كله. عليه اليوم اخترنا نضيف شابة من الجيل الجميل اللي الفن الحقيقة اللي تقدم فيه مازال ما هوش معروف برشا عند عامة الناس، واللي هو في اللي فيه برشا إبداع ومزيج كبير من الجهد والحرفية. دونك اليوم معنا ضيفة اسمها مروة جوادي. عسلامة يا مروة. عسلامة يا عسيك، مرحبا. أول حاجة نشكرك على الاستضافة ذي، ونشكرك منتها برشا برشا على المقدمة سيختو. وفرت عليا برشا حاجات. دونك الفن متاعنا هو الريزين، تسكي تبع الريزين وكل شيء، مازال كيدخل فات لبلادنا ومازال هكا يتعرف شوية شوية. صحيح. أما حاجة مزينة على الأخر كما قاعدة تشوف. أي شوف. دونك مروة، عرفنا بروحك أنت في شخصك ساعة، وبعد نتعداو الفقرة فن فني معاك. عرفنا بروحك. انا مروة جوادي، عمري 38 سنه، قريت جو سوي على باز تكنيسيان سوبيريور اون تيليكومونيكاسيون. بيان سور ما نخدموش احنا اون جينيرال في تونس في الدومين نتاعنا، دونك ما قعدتش نستنى معناتها في الدوله ولا في خدمه اخرى. قعدت نلوج، كل مره نشوف حاجه، كل مره نخدم حاجه. في الاخر لقيت الغرام نتاعي اللي هو في الحاجات هذيا في توسكي اخت، والحقيقه لقيت روحي الاكثريه في الغيزين. عجبني نخدمه هكا، نبدا فرحانه مرتاحه. دونك قلت هذا هو. دونك هذا هو باش نبداو معاك فقره الفن فني. وتوا اسمع الفن فني. مروه، سي كوا لو غيزين؟ شنو هو الريزين؟ هو الريزين سي ان برودوي شيميك على باس. هو هكا يجينا ليكيد، عندك الغيزين والشيحة نتاعو، معناتها يتخلط كل حاجة والدوزاج نتاعها، نخلطوه يبدا ليكيد نخدمو بيه، وبعد 24 ساعة ولا 48 ساعة يشيح. دونك يشيح يولي هكا قطعة، كيلك سوا رخام نحبوه والا في القوالب نحبوه، كيما لي تروفي دوما نتاع المغياج ونتاع الفرونساي وكل شيء. نخدمو لي بورتو كلي، نخدمو حاجات هكا ديكوراتيف كيما اليد هذيك، حاجة نزينو بها الطاولة. دونك يمشي في برشا حاجات. يعني وسهل التعامل مع الماتير هذه اللي هو الريزينة؟ لا لا، الحقيقه لا. انش نقول لك علاش؟ خاطر هو دونك هو ليكيد سي توكسيك، دونك يلزمو برشا حذر. يلزم يتخدم في بلاصه نظيفه، يتخدم في بلاصه محلوله مهويه، معناتها مهويه شويه. معناتها اون ديغي كي تبدا تخدم انت من الاول لازمك ماسك وغواندويت وكل شيء، والبلاصه لازمها تكون مسكره اول حاجه من الاول باش ما يدخلش ما يشيحش، يقعد 24 ساعه. ومن بعد يلزمك تهوي، خاطر هو يخرج في ريحه مش قويه شوي. اما توك يشيح يولي حاجه اخرى بالعكس. يشيح يولي انتي باكتيريان، تنجم تحط عليه حتى الماكله، تنجم تخدموا به حتى اللي كيما نقولوا لي سال دوبيراسيون في الشون اوبيراتوار، معناتها اي مصنف معناتها حاجه انتي باكتيريان. فوالا. دونك فوالا. اما من الاول في المعامله نتاعو فريمون للكبارك، هو ساعات يقولوا لي تعلم الصغار، ونقول لهم لا، في ذي في الصغار لا، للكبار خاطر يعرف هو. انت يبدا يتعامل معاه لابس الكواندويت نتاعو، لابس الماسك نتاعو، انت امور هذاك يعرف ليجيان اللي يستعملها يتاخذها باش ما يتضرش، بس سواء خاطر هو ممكن تصور يهيج حساسيه، احنا نقول بالنسبه للصغار ولا للكبار. ديك علاش نلبسوا لي غون او بيان لي ماسك. دونك انت مروه، كيفاش كانت بدايتك مع الريزين؟ معناتها كيفاش فين تعلمته؟ معناتها هو كان اكتشاف من الاول هكا، شفت مش الريزين هذا كان يخدم به خويا هكا في القوالب، ريزين نوع اخر. بعد بشويه بالانترنت اكتشفت فما ريزين ايبوكسي، قعدت نتبع بالانترنت من الاول كيفاش يخدموا به لبرا، في سيرتو في روسيا في امريكا. يستعملوا في توا ديجا في الاوروب بريست ما عادش يحطوا في الكوجينات نتاعهم رخام، ولا كلهم يستعملوا ايبوكسي اخف وبالالوان اللي تحبها. فهمتك. بيرسونيل تعملها كيما تحب وتحطها خفيفه وبخاتيك على الاخر. صحيح. ديجا انا شفت قديه قبل معناتها ليبوكسي في الخارج، معناتها تلقى سال دو بان فيها موديل كانوا تابلو، معناتها كان تصوير حقيقيه ديجيتال، فهمت؟ 3D جوستومون، والا سال دو بان، والا حتى كولوار نتاع هولي كبير. فهمت؟ تلقى الموديل مثلا بيانو، تلقى الموديل اللي تحب عليه انت، اللي تحب عليه، معناتها سواء اكواريوم، موديل اكواريوم
تلقى في سال دو بان. يعني شفتوا مزيان، احنا مازلنا ما وصلناش في تونس معناتها النيفو هذاك في خدمه ليبوكسي. يخدموا في 3 دي، يخدموا هذيك اللي 3 دي موجودين، اما مازال مش منتشر. معناتها ماهوش العباد مازالت ما تعرفوش بالباهي. صحيح، معناتها برشا عباد تقول لهم ريزين يقول لك شنو سي كوا لو ريزين. فما برشا يقول لك شنو هي ريزين سي كوا. ساعات انا مشيت للمعرض اخر مره شوفوا لي بلاتو يخايبوهم الكلها رخام، راهو مش رخام. تبدا تقول لي نجم نهز، قولها تهز نورمال معناتها خفيفه على الاخر، بيسكي تخدم على الانديف وكل شيء، يبدا كوش هكا صغيره، مي كي تشوفه تقول رخامه. فهمت؟ فهمتك. معناتها اللي فيه ماربر موجود. موجود فيها اللي فيه ماربر. هذيك علاش هو تنجم تخدم في ماربر، تنجم تخدم مع القالب اللي هو يخرج لك دي تروفي، يخرج لك حاجات بيرسونيل وكل شيء. انت ما يخليكش محصوره لحاجه باهيه، ما يخليكش محصوره في حاجه باهيه كمان، تنجم تخدم بها اللي تحب. سي دونك لو كان سيد احمد يعدينا شويه تصور من الخدمه نتاعك ديجا موجودين في الباج نتاعنا باش نشوفوا احنا كيلكو ارتيكل اللي هما مثلا كيما هذه، معناتها نجم يكون ارتيكل صغير بالحق خفيف على الاخر، معناتها برشا تحط حاجه بيرسونيل، حاجه يونيك انت، تحط فيها شوكولا هكا العباد باش تجي تزورك وكل شيء، فما دي بورتك لي زيد بيرسوناليزي اوسي. دونك مزيانه الخدمه فيها يعني ميكساج ما بين ليبوكسي وعندنا هذا شنو يعني كيما هكا كيما راش زاد يتحرك يتخلط بالبايات، معناتها بالبايات. وعندنا هذه يعني العلاقه نتاع المفاتح اللي هي البورتكلي. ايضا نشوف اني قدامي زاد ارتيكل مزيان برشا، معناتها تروفي نتاع فيونساي، تروفي نتاع فيونساي. دونك اللي هذا ظهر لي مازالوا ما عملوش فيونساي، ديجا في مارس ان شاء الله ربي يتمم بالهنا لهم الزوز. حاجه مزيانه محلاها اون غوز اون كولور رافيني الحقيقه. دونك مروه عملت فورماسيون انت؟ عملت فورماسيون. عملت فورماسيون وقتها مش موجود في القروان، دونك عملتها في نابل. سيتي 3 جور هكا فورماسيون باش تزيد تتعرف اكثر على البرودوي، كيفاش تتعامل معاه كل شيء. لي فورنيسور سيرتو عاونوني برشا باش عرفت لي فورنيسور، خاطر ماهمش موجودين كيما قلت لك، مش مازال مش معروف التلفازيون، ماكش باش تلقاه، ماكش باش تدخل كونكيري تقول له اعطيني ريزين يعطيك، مش موجود بارتو. دونك فوالا معناتها اللي يخدموا الرخام، معناتها اللي يعملوا سكولتور نتاع الرخام يستعملوا الريزين باش يلصقوا ساعات هكا. اي هو أي. هو يلصق بالبي الريزين بوليستير الاكثريه يلصقوا به، مش ليبوكسي. معناتها يشيح في وقته، مش هذا هذا يقعد 24 ساعه يشيح، وفي الشتاء 48 ساعه يوصل. دونك هو فن الفنون اللي احد الشابات يعني اختارت باش يكون هذا مهنه العمل نتاعها والحرفه نتاعها والغرام هو اكثر من كل شيء، برغم حسب ما نعرف من داركم قالوا لك سايب عليك مره ودرا شنو بالضبط سايب عليك فاش قاعده تعمل في درا شنو. هو فتره مش كان عائلتي معناتها سي تيبيك في العائلات الكل، كي راوك تعمل في حاجه مش معروفه يقول لك اش قاعده تعمل انت، شنو هو هذا. فهمت؟ عندهم هكا شهريه تمشي تخدم تاخذ شهريه، سي ميوك تعمل حاجه هكا وتبدا بها وتتعب عليها وتزيد تعرفها انت بوركوا با معناتها. فهمت؟ لازم تسمع هذيك. صحيح يعني ماذا بينا احنا ديما نلقاو مثلا في المعارض حاجه ارتيكل ما تخدمش قبل ماهوش معود، مثلا تلقى سيرتو في الحاجات هذوما تلقى ديما السيراميك ولا نحن نقولوا الفخار ديما هيت نبدلوا ماتير جديده معناتها. صحيح، هذاك علاش انا شديت فيها. صحيح، والحقيقه عجبتني بار كل شيء كما قلت غرام. كي تلقى روحك في الخدمه هذه شد فيها. صحيح صحيح. انا شفتك في معرض المولد. شاركت في معرض المولد بالتحف نتاعك، وشفتك ديجا سيد الوزير يعني وقف على السطون نتاعك، وحسيته كلي هو زاد حب يكتشف فيكتيفمون. قعد يسال سي كوا وشنو هذه معناتها، وشنو هي الماتير ومنين تاخذها وكل شيء معناتها. حاجه جديده حتى الولي قال له حاجه جديده معناتها، اول مره تجي معنا في المولد وكل شيء. فوالا ان شاء الله طبعا هي فيت نتاع المستقبل نتاعو القدام كوا، ومش ما تخدمش بيه حاجه برك، هذيك الحاجه اللي يخليك ليماجيناسيون نتاعك تسرح هكا في برشا. كل مره ترى حاجه تيان هذه نجم نخدمها بالريزين بوركوا با، تجرب تشوف. ويا ما جربت ويا ما الزبده هزت دونك يا ما طيشت وما يعني هذاك هو باش تتعلم. لازم اني نتصور اني ريزين هذا لو كان مثلا واحد عنده فاسك في سال دو بان
نتاعو رخامة تبدلت شوية بحذا لافابو ينجم يعملها نحن نقولوا كوفرتور بريزين ويختار ينجم يعمل كوفرتور بريزين يعودها من الأول جديد فيها خدمة هي أما سي فيزابل تنجم تخدمها عادي حتى على رخامة راهي ناتشوغيل يخدمها معناها وعلى وعلى الامدياف على باز على الامدياف الامدياف خفيف تخدم تخرجها تحطها على سال دو بان سيغ ميزور تقصها تقص البلاصه نتاع الباز صحيح تقصها على حسب البلاصه نتاعك تخدم بعد على الريزين وبعد تركبها معناتها حاجه ساعات ثم برشا عباد يقول لك بربي انا مش تحب اي باش نبدل الرخامه باش نحل مرمه فك عليا عاد الور كو تعمل كوش نتاع ريزين تلقاها فيت في دون 24 ولا 48 حسب يعني الكليما تلقاها حاضره بيرسوناليزي جديده تلمع هكا سوبل وانتي باكتيريان سورتو في الكوجينات لا هي تلقاها سورتو الحاجات اللي الناس الكل تقول لك نحبها هكا بالالوان المذهبيه الالوان هذه في الرخام ما عندك شيء اي اي سي باغ كونتخ في الريزين الالوان الكل تنجم تحطها فهمت الالوان الكل تنجم تجيبها معناتها في الرخامه اللي هي تابعه مثلا كوجينه تقول لك انا نحبها بلو شخص نحب جالاكسي نحب فهمت الكل يتخدم بالريزين معناها الرخام الجالاكسي اللي هو المترو نتاعو نحن نقولوا 600 دينار الفوق سي يتخدم بالليبوكسي سي يتخدم بالليبوكسي عنده هيك تكنيك نتاعو نوار ويخرج باللمعه فهمت نفسه كيف بريس اما التوش ديما تلقاك علاش نقول انا التوسكي مخدوم باليد راهو ما تنجمش تعمل كوبي كولي اما تنجم تشوف دي زارتيكل هكا اللي بداو مخدومين ساعات والله تطلع خير من الرخامه معناها صحيح فهمت صحيح دونك انا شفت شويه من الخدمه نتاعك عندك شويه تابلوات هكا زاده هكا مكتوب فيهم كاليغرافي نتاع قران معناتها تحسهم تابلوات مودرن معوضين التابلوات القدم اون فيغ وتلقاها تصويره ولا كارتون ملقفة وكواتر وهكا العادي هذاك. الاكثريه باللوح تبدا باللوح محفر هكا هذايا هو تيبيك معناتها العادي توا فما ميلونج ما بينه هو ما بين الريزين وما بين البليكسي نجم ولا الفيني فهمت تحط الايات هكا وتلصق تطلع حاجه زاده مزيانه برشا. صحيح. يسمى منتها هو استناخت راهو برا معناتها يخدموا به دي تابلو يخدموا به حاجات بيرسونيل مناقل طويول ديجا عندي انا معناتها مونجيلا بون كبيره تو مازالت ما كملتش قاعده نخدم فيها فما لي تابل دو كوان اوسي خدموا كيما ديما نقول سي تان بيس يونيك راهي كي عندك انت ماكش باش تلقاها في بلاصه اخرى امبوسيبل انا بيدي ما نجمش نعملها مره اخرى انا اللي صنعتها ما نجمش نعاودها ما نجمش نعاودها بيان سور هذيك هو الخاصيه نتاع الحاجه تبدا في ما مستحيل تلقى حاجه كيما اخرى كما جات معناتها مخدومه بالماكينه الماكينه تعاود لك نفس الموديل خاطر بروغرامي على اورديناتور يعاود نفس الموديل اما يعني توش ايمان وتوش ارتستيك هي هذيك الحاجه تلقاها مستحيل يعني متعاوده قداش من ارتست يجي بحثي يقول لي ساعات تخدم خدمه مستحيل تعاود تخدمها وهذيك الحاجه الخصوصيه نحن في الصناعات التقليديه التونسيه وفي الحرف التونسيه اني تلقى حاجه مخدومه ديما بيس اونيك وما تلقاش كيفها بالكل سورتو في الليزار اللي فيهم وسع بال معناتها برشا معناتها فهمت مثلا تريزه تنجم تعاود نفس الموديل اما مثلا في حاجه ارتستيك صعيب ياسر صعيب برشا حتى اللون بيدو صعيب برشا يطلع هو بيدو اشاك فوا معناتها ساعات هذيك يهرب عليك شويه هذيك يقرب شويه فهمت هذيك الشيمي نتاع الحاجه نتاع لا ماك علاش لا ماتير دي بيس يونيك معناتها هما مالوغوزمون البرا يعطيوها قدر اكثر ويفهموا واش معناها بيس يونيك اكثر من اللي لهنا فهمت دونك مواصلين الحديث معاك والحصه مواصله زاده حتى لحدود الساعه ماضي ساعتين باش نخرجوا بوز ميوزيكال ثم نرجع